كبير منا بعاني من مشكلة تساقط الشعر الزايد، وهذا الأمر بيأثر على الصحة النفسية. كرمال هيك حبينا اليوم نستشير دكتور غادة قصير حتى تخبرنا أكثر عن الأسباب لهي المشكلة. تساقط الشعر او الهير لاس هي مشكله بنعاني منها اكثريتنا، فالسبب هو الاساس لنشخص شو المشكله وكيف العلاج. لازم نفصل هل هي مشكله وراثيه او غير وراثيه، وهذا يمكن الاهم بهذا الموضوع. لما بتكون المشكله غير وراثيه هون بنفتش على الاسباب الداخليه مثل نقص الفيتامينات الحديد الفيتامين دي او مشاكل بالغده الدرقيه، ولكن لما بتكون المشكله وراثيه فهون صار العلاج مختلف، لانه هون نحن بدنا نستعين باساليب تعملنا ريجروث، يعني بده يصير في عندنا شعر جديد موجود وفولكل جديده من الهير موجوده، فهون بدنا نلجا على الاساليب الجديده من زراعه الشعر التقليديه او الزراعات الشعر الغير تقليديه الحديثه اللي هلا موجوده، لانه في اشخاص ما قدرانين نحن نشيل الجرافت من الشخص المناسب، يعني أنا ما عندي شعر شيله من نفس الشخص حتى أزرعه بمكان آخر، إن كان بالرأس أو بدي أزرعه محل الحواجب أو أي مكان آخر أنا حابة أزرع فيه الشعر. وكان من اللافت أنه دكتور غادة حبت تتطرق لطريقتين لزراعة الشعر يلي أولها الفايبر، برأيكم شو كانت تقصد تحديداً؟ في عنا طريقتين جداد بيعتبروا من أحدث الطرق اليوم. فينا نستعين بفايبر اصطناعي، العملية ما بتكلفنا إلا ساعات قليلة، ما بحاجة لأي جراحات، ما بحاجة لأنه يكون في عندي ريكفري تايم من بعدها، بظهر أنا وكتير مرتاحة، بختار لون الشعرة طول الشعرة اللي أنا بدي إياها وبزرعها بالمكان اللي أنا بدي إياه، وخاصة عند النساء لأنه زراعات الشعر عند النساء عادة بتكون صعبة، يعني بشكل عام النساء ما بيكون في عندهم الجرافت المناسب لنقدر نشيله من محل ونحطه بمحل ثاني. الطريقه الثانيه هي الاستعانه بالخلايا الجذعيه. اليوم كلنا بنعرف عن البلازما، بس في شيء احدث من البلازما هو انه نشيل جرافت صغير، يعني حنعمل خزعه صغيره من الجلد ونعالجها ونحولها لجرافت تام كامل عبارة عن أبر صغيرة نحن حنزرعها ونحطها بقلب الجلد بعد المعالجة، وهي حتطلع لنا شعر جديد. كمان مرة تانية هون ما حيكون في عنا جراحة، ما يكون في عنا ريكافري تايم أبدا، وحنكون كتير مرتاحين من بعد هيدي العملية البسيطة. وخلال حديثنا مع دكتور غادة قصير حبينا نتطرق معها أكثر للطريقة الجديدة وهي اللي بتعتمد على الفايبر، فبرأيكم شو قالت لنا عن الشعر المستخدم؟ الشعرة اللي نحن حطيناها فينا نقوم بأي عملية تزيين لها، يعني فينا نعرضها للسشوار، فينا انه نصبغها نغيرها لونها، وفينا نقصها كمان، ولكن هي ما حتكبر مثل لما بنعمل زراعة الشعر العادية. فهون بتكون هيدي الشعرة بالنسبة لنا هي شعرة دائمة بطولها وبالمكان اللي نحن حطيناها فيه. اما فيما يتعلق بالطريقة يلي بتعتمد على الخلايا الجذعية فأكيد حرصنا نسألها إذا كان من المفترض إنه تنعيد هالعملية أكثر من مرة. بالنسبة لموضوع الخلايا الجذعية نحن بحاجة مثل البلازما، نحن بحاجة لأكثر من ساشن، ولكن لما بكون في عنا الطريقة الجديدة واللي هي من خلال البيوبسي أو الخزعة اللي نحن عم نعالجها، عادة جلسة واحدة هي كافية لتعطينا نتائج ممتازة، ولكن دائما بيرجع القرار لكم هل أنا بدي كثافة شعر أكثر أو غيرها، ففينا إنه نحن نعيدها بعد فترة. واليوم على هيدي العلاجات هي علاجات تعتبر مضمونة، لأنه نحن اليوم بالعالم الطبي بشكل عام رايحين على هيدا العالم اللي بنسميه ريجنريشن، نحو الخلايا الجذعية اللي أنا عم باخدها من نفس جسمي، مثل ما عم نعمل كنا نعمل جرافت للكلاوي أو نعمل جرافت للكبد أو غيرها، اليوم الشعر هو يعتبر جزء من نفس جلد الإنسان، من نفس وجوده، وبالتالي هو سيف آمن لأي شخص. وحتى نحن لما بنعمل زراعة الشعر العادية نحن بحاجة انه نرجع نخضع لجلسات البلازما والخلايا الجذعية لنقوي الشعر الموجود.
وسألناها للدكتور إذا كان الشعر الاصطناعي يلي عم نعتمده بالفايبر ممكن يتساقط مع مرور الزمن. الشعر الاصطناعي اللي نحن بنحطها عادة هي بتضايقنا كل العمر، وهيدي الشعرة عادة ما بتهر أبدا بعملية شاد أو أي تروما تعرضت لها، وقدرانين نحن حتى نرجع نشيلها اذا نحن باي وقت حابين انه نرجع نغير او نبدل بهيدي الشعره ونحط نوع ثاني او اي او حابين حتى نزيد، نحن قدرانين انه نعمل كمان جلسه ثانيه لحتى نزيد الكثافه اكثر واكثر، فالعدد منوط فيكم انتم قد ايه حابين انه تزيدوا او تغيروا. وطبعا بختام حديثنا مع دكتور غادة قصير حبت تعطي بعض النصائح لكل شخص بيخضع لهالتقنيه، فبرايكم شو قالت؟ الفايبر تعتبر من التقنيات اللي نحن هلا بنسميها بايو فايبر، يعني هي من التقنيات اللي هي امنه سيف، عادة ما في حتى عنا أي توصيات خاصة بالعناية بالشعر لإلها، لأنه أنتوا عم تكونوا هون بأمان، حتى يمكن بمحل أنتوا أأمن من زراعة الشعر العادية، لأنه زراعة الشعر العادية بحاجة أنه من بعدها نعمل جلسات محددة، أو أحيانا ما بكون في عندكم الكمية الكافية لحتى تقدروا تحصلوا على الكثافة اللي أنتوا بدكم إياها، وما ننسى قصة الجراحات أيضا اللي هي مؤلمة وموجعة، وأحيانا نحن كتير هلأ مهم قصة أنه كيف نعمل شيء ما ياخد من وقتنا نرجع لشغلنا دغري تاني يوم، هيدا شيء كتير بالنسبة لنا مهم، فهون بالفايبر عم تكونوا أنتوا بأمان من هيدا الناحية.